ازيكم، كيفينكم يا متابعينا على قناة هدية الأكل والخبيز. النهاردة هعمل معكم الخضار المشكل بالكريمة ومحشي باللحمة المفرومة. من مكونات بسيطة جدا هتعملي أحلى صينية خضار بالكريمة وأحلى من المكرونة بالكريمة. فهنا عندي 350 جرام من اللحمة المفرومة العجالي، عندي كيس كبير فيه كيلو جرام من الخضار المشكل المجمد، ومن البهارات هنا عندي ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة فلفل، ملعقة كبيرة كزبرة، أو ملعقة كبيرة بابريكا. للكريم هحتاج 4 بيضات صغار، أو ممكن تعملون 3 بيضات متوسط الحجم، وهحتاج 5 كبابي من اللبن كامل الدسم، وعندي بصلة مبشورة متوسطة دي للحمة المفرومة. أول حاجة هعملها هعصج اللحمة أو أحمر اللحمة المفرومة بالبصلة المبشورة، وما بضيفش أي زيت أو سمنة، وبعد كده هضيف البهارات بتاعتي وهقلب. طبعا بالنسبة للبهارات ممكن تغيريها أو تحطي البهارات اللي بتحبيها للحمة المفرومة. أنا بحمر اللحمة المفرومة هبتدي هضيف حلة وأسخن فيها مية وهضيف ملعقة صغيرة من الملح. أول ما اللحمة المفرومة تحمر معايا هضيف لها ملعقة كبيرة من الصلصة وهقلبها. أول ما الموية تسخن وتغلي معايا هضيف لها كيس الخضار المشكل المجمد وهسلقه في المية دي. الخضار المجمد ما بياخدش وقت كتير على ما يستوي، هنا استوى معايا وصفيته من المية. لتحضير كريمة البشاميل هضيف ملعقة كبيرة ونص من السمنة، أو ممكن تستبدليها بالزبدة. أول ما السمنة تسخن شديد معايا هضيف نص كوباية من الدقيق وهقلبها لحد ما لونها يبتدي يبقى زي الذهبي. بعد كده هضيف كوباية اللبن وأضرب فيها لحد ما تمسك. بعد كده هضيف كوباية اللبن الثاني وهضرب، ومع كل ضربة هزيد كوباية لبن. بالمناسبة للبن أنا هنا أضفت 5 كوبايات من اللبن. هنا أنا عايزة أعمل كريمة خفيفة، لكن أنت لو عايزة الكريمة تكون تقيلة ضيفي فقط 4 كوبايات من اللبن. هضرب فيها لحد ما تسخن شديد وتبتدي تعمل فقاقيع من فوق، بعد كده هطفي النار عليها تماما. في الوقت دي انا هحضر البيض بتاع الكريمة او كريمة البشاميل. فهنا عندي ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة من الفلفل، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من القرفة. هضرب البيض وهخليه على جانب. في الوقت دي الخضار ابتدى يبرد معايا وهبتدي هدوس فيه واحصر اي مية منه عشان ما يفصلش معايا مع الكريمة. طبعا لازم تسيبي كريمة البشاميل تدفى شوية قبل اضافة البيض، وهنا انا اضفت البيض بعد ما الكريمة دفيت معايا. الكريمة دي زي ما انا قلت في الاول هي خفيفة وسائلة، لكن انا اصلا بعملها كده عشان بضيف لها 100 جرام من جبنة الموزاريلا. ههرس بالشوكة شوية الموزاريلا عشان أفرتكها وأصغر من حجمها، وهضربها وهقلبها مع كريمة البشاميل. هنا طبعا أنا محضرة الصينية اللي هعمل فيها الكريمة دي، هدهنها بالسمنة في كل الجوانب والأرضية كمان. هبتدي هكب نص كمية البشاميل في الصينية بتاعتي، بعد كده هغطيه بنص كمية الخضار المشكل، يعني نص كريمة ونص خضار مشكل. بعد ما اتأكدت كل الصينية اتملت بالخضار المشكل هضيف كل كمية اللحمة المفرومة عليها. ممكن تضغطي على بسيط بالملعقة بتاعتك عشان تتأكدي كل الأطراف اتملت. بعد كده هغطيها بنص كمية الخضار الباقي عندك. هنا أنا خلاص خلصت كل كمية الخضار المشكل في الصينية بتاعتي، بعد كده هغطيه بالكمية الباقية مني من الكريمة البشاميل. علشان دي كريمة خفيفة هضرب الصينية بتاعتي مرتين عشان أفرغ أي هواء، وعندي هنا هضيف لها ملعقة كبيرة من السمنة السايحة، أو ممكن تعملي زبدة. على طريقتي ووصفتي أنا بضيف على الوجه قرفة مطحونة. هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس لحد ما لونها يحمر من فوق، يعني أخذت مني 40 دقيقة. ومن الملاحظات المهمة، بعد ما تقفل الفرن خليها ترتاح في الفرن لمدة 15 دقيقة عشان تمسك نفسها.
سلام، دي من أكلاتي المفضلة، أنا بعشقها موت، وبحب أكل الخضار بالكريمة دي بسلطة البنجر والسلطة الخضراء مع الجبنة البيضاء، يا رهيبة. شايفين الكريمة إزاي خفيفة وهشة ومش كابسة، أما بقى الطعم خرافي جداً. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو أي وصفة، من فضلكم دعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل والخبيز، لحد ما ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.